بال 2014 كانت الشجرة مصنوعة من الأنقاض، لأنه نحن كنا راجعين جديد على الحارة، وكانت أصلا هي الحارة مدمرة وما كان موجود غير الأنقاض. خلال هالسنين الأربعة كل سنة كانت تتطور شجرتنا حسب التطور اللي عم تصير بحمص، كانت حمص عم تتعافى شوي شوي، والسنة في تطور كتير كبير بالنسبة لحمص القديمة، عودة الأهالي كبيرة، الناس بلشت ترجع تعيش، ترجع تحاول تفرح. كان العيد كثير في جو من الحزن، يعني بسبب الشهداء اللي راحوا والدمار، وخصوصا عندنا بالكنيسة صلينا وكان على أنقاض الكنيسة، يعني في كثير كان دمار كبير موجود. هلا الحمد لله يعني في تحسن كبير بعد ما ترممت الكنيسة وبعد ما رجعنا الزينة مثل أول. الناس لازم تعيش حياتها، فالناس كلياتها صارت عدد الشهداء أقل، الانتصارات كترت، وصارت أيقنت أنه نحن لنسبة لأعدائنا أنه ما قدروا يسلبونا حياتنا، نحن رح نعيش حياتنا.